كوبيدات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا في اطار المتتبعات اللي متبعيني وقريب يتزادوا عندهم هكا وليدات اولا حاملين وقراب ان شاء الله يولدوا، وبغاو افكار بحال هكذا كيف ما طلبتوا مني في الفيديو اللي شاركت معكم فيه فاش مشينا عند ولاد ابراهيم ولد البهجة ولا ما عقلتش شنو سميتو ولد الحاج ابراهيم اللي كان في إنز كان شاركت معكم في هاد لي تخويك بحال هكذا اللي كتقدروا ديروهم ديال هادو تسليلو ديال السرغينة كذلك ديال الماء الورد، مهم بزاف ديال العيبات. واليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش تقدروا انكم تقادوا هادشي كله بوحدكم. راه الطريقه سهله البنات، غير خودوا هادشي بحال هكذا خاوي وانتم عمرو في الدرجه تقادوا اي حاجه على يديكم. بالنسبه لي ديطاي ديال هاد المناسبة كاملة إن شاء الله غادي نحطها لكم في فيديو خاص، وغادي تكون شاركات معكم السيدة اللي عندها القناة إن شاء الله، غادي نشارك معكم اللين ديالها، بغيتكم كاملين تدخلوا عندها إن شاء الله. فاش تكمل القناة وتحط الفيديو راني أكيد غادي نشاركو معكم كل شيء بالتفصيل الممل. هنا شاركت معكم فقط لقطات باش نتوما تاخذوا أفكار إلا بغيتو، خاصة وأن بزاف ديال المتتبعات كيطلبوا مني نشارك معهم هكذا افكار ديال هكذا ديال لي بوفي ولا ديال المناسبات. عندي بزاف ديال المتتبعات اللي قرابين يولدوا، قولوا لي البنات واش بغيتوا نعاود نشارك معكم محلات ديال هكذا الوليدات الصغار ولا ديال التربيه لوازم حتى هما ديال تحضيرات ديال الولاده. ان شاء الله ما عندي حتى شي مشكل باش نشاركوا معكم. المهم خليو لي في التعليق واش بغيتوا نشارك معكم بحال هاد الفيديوهات هادو على الراس والعين. المهم هنا كيف ما كتشوفوا اللوز عمرناه بالعقده، تقسمات على اربعه ديال النكهات كيف ما كتشوفوا، اللوز بيستاج الشكلاط وكذلك حتى البندق. كيف ما قلت لكم بالتفصيل غتلقاو كل شيء على قناه صديقتي ان شاء الله، غادي نخليها لكم حتى من بعد وغادي نشاركها معكم ان شاء الله فاش توجد. اكيد راه غادي نصورها لكم وغادي نحط لكم كاع المعلومات ان شاء الله ديالها، وبغيتكم كاملين تدخلوا في التعليق ولا تكتبوا في التعليق تحفزوها حتى هي باش حتى هي تدخل وديال القناه ديالها ان شاء الله. راه كانت عندها قناه مشات ليها وما شاء الله ما شاء الله نفسها كما كيقول المصريين في الطبخ عالي بزاف والله العظيم ما شاء الله، دارت بسطيله خطيره ديال الحوت والسهله كذلك حتى بالنسبه للحم دارته زوينه البنات، كلشي كلشي صراحه كان على حقه وطريقه. بالنسبه لهذا الصابلي هذا كنت خداته عند كنظن عند اسماء ديليس، صراحه حتى هو كان زوين كيف ما كتشوفوا. المهم لو تيم كامل هذا راه عقيقه كيف ما كتشوفوا، لو تيم كامل كان بالغوز وبالبليض. هنا نهار قبل المناسبه جات عندي صاحبتي صوبت لها الضفيرات، هي السيده اللي غادي دير ان شاء الله الاسبوع لعروستها، كنقول لها من هنا الله يحفظ لك بنيتك يا ربي والله يحفظ لك عروستك حتى هي ويحفظ لك وليداتك كاملين والله يسر لك في كل حاجه كتخطيها ان شاء الله. كبيدات ما بقيت صوت لكم ولا من البارح، المهم كيف ما قلت لكم الصباح فقت تقريبا حتى شي 10 الصباح حد فقت، جمعت هنا قبل ما جاوا البنات صوبت لهم مكياج، يلا مشاو دابا اعتذرني البرد اليوم. صافي يلا طلعت دابا مشيت لصق ضفيراتي هو الاول، المهم درت شعري خفاف ظراف درت هذا اللون هذا ومشيت دوشت، ودابا غادي نشف شعري ومن بعد غادي ندير غير مكياج خفيف كما قلت لكم، وان شاء الله نوريكم اللبسه ديالي وان شاء الله كذلك نشارك معكم كاع اللقطات ومستمع لحد. المهم خليكم معايا احلى عائله. وهنا حبيباتي بغيت نشارك معكم بعض التحضيرات كيف ما كتشوفوا. اول حاجه درت من بعد ما دوشت كما كتشوفوا نشفت شعري بهذيك المصطلح جيبه ديال اللي كنت خديت عند المجد، صراحه صدقات زوينه راه شاركتها معكم ماشي مره ماشي جوج. واهم حاجه اللي كيعجبني فيها هي انها كتنشف الشعر، قسما بالله البنات ما درت لها بروشينغ لا حتى شي حاجه زعما باش يسشوار ولا هذا، هي باش خدمت وهي باش زعما نشفت شعري مزيان. وصراحه راه عمليه خفيفه دغيا دغيا كتسخن، غير كيف ما قلت لكم قبل ما تستعملوها شعلوها واحد دقيقه بحال هكذا كلها جوج دقائق عاد خدموا بها تتسخن. انا خديت المرطب ديالي درتو لوجهي ولا درتو غير البلايص اللي كيكون هكذا ناشفين عندي في وجهي، واول حاجه بديت بها هنا هو طراسات ديال الحجبان. دائما كيف ما كتشوفوا في الماكياج انا كنبدا دائما بالحجبان وكنتبعوا العينين، من بعد كندير لو طون ديالي اللي هو الفون دو طون، عاد كنفيكسي بالبودغ، عاد كنبدا ندير
تحت من العين ديالي. عاد كندير كذلك الغوج على ليف. المهم هنا كنحاول يعني نشارك معكم غير شويه من طريقه ديالي يعني في الوضع المكياج. الا بغيتوا فيديوهات خاصه ديال تعليم المكياج مرحبا، نقدر نبقى مره ندير لكم فيديوهات. سمحوا لي راه ترى ضربني البرد البنات البارح اللي كانت المناسبه، واليوم كنجي لكم مونتاج عادي راه مسخسخه وضربني البرد مع كنت عرقانه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كترصيو الحجبان، اصلا راه كنت درت لكم فيديو خاص على الحواجب، الطريقه ديال الترتيب ديالهم وكل شيء. فاش كتساليو هنا الطراساج ديال الحجبان كتاخذوا واحد لونتي سيغنا ولا شي فون دو طام بحال هكذا يكون فول كفر اولا يكون ثقيل، وكتنقيو به تحت من الحجبان ديالكم كيف ما كانوا كانوا كيدوا والدينا فاش كانوا كيديروا الكحل. كانوا ياخذوا شي كريم بحال هكذا وكيمسحوا به داك تحت الحواجب باش كيتنظفوا مزيان. المهم هنا كيف ما كتشوفوا خديت بيوتي بلندر اللي كانت مفزقه من قبل ونشفتها مزيان مزيان، عاد بديت كنمسح بها داك الفائض ديال هذاك لونتيسيغ اللي وريتكم. هنا كيف ما كتشوفوا خدمت انا بهذا ديال كريولاي، دائما هو اللي كنستعمل حتى بالنسبه للكليانات ديالي راه هو اللي كنستعمل لهم. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على المكياج الضفار كل حاجه كنديرها، الحجبان تركيب الرموش الفرديه، المهم كل شيء راني تنخدمو للبنات في الدار كيف ما المهم كاين الناس اللي عارفين كاين الناس اللي ما عارفينش متتبعات جداد، راني كنخدم العيالات يعني الضفار الحجبان الرموش المكياج كذلك حتى العريسات. راه شحال مره شاركت معكم العريسات هنا كنت خدمتهم نيت شاركتهم معكم في يوتيوب. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يتواصلوا معايا يتواصلوا معايا في الانستغرام، الانستغرام ديالي غزاله بيوتي واحد غادي نكتبها لكم هنا قدامكم باش دخلوا عندي الانستغرام، راني كنهضر يوميا مع البنات المتتبعات ديالي والله العظيم ما تعرفت على ناس في هذا اليوتيوب صراحه، والله العظيم الا اش نقول لكم تعرفت على ناس تقال والله تعرفت على 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 ناس معرفتهم تاج فوق راسي قسما بالله. كل المتتبعات كنفرح فاش كنهضر معاهم في انستغرام اولا راني فاش كتدخلوا عندي الانستغرام تنعطيهم الرقم ديالي ديال الواتساب كنكون دائما على تواصل الحمد لله. المهم اي وحده كان عندها شي مناسبه اولا عراضه اولا هذا مرحبا على راس العين، راني كنخدم لكل شيء اللي عنده واللي ما عندوش مرحبا في اي وقت. المهم هنا بالنسبه للغوج عليف كيف ما كتشوفوا درت هذا ديال مايبيلين، وبالمناسبه بغيت نقول لكم راه جوميا دايره بروموسيون فيهم اللي واعر بزاف 59 درهم، نورمالمون راه كناخذوهم ب 109 درهم. انا نيت هاد الاسبوع راني دوزت شحال من كوموند في جوميا وصراحه دايرين دي بروموسيون زوينين. بالنسبه للكود برومو راه ما بقاش البنات ولكن دايرين تخفيض ديال بلاك فريدي هاد الشهر كامل اللي بقى، يعني اي وحده بغات شي حاجه دخل دابا لجوميا وتكوموندي اي حاجه بغاتها. هنا كيف ما كتشوفوا درت لي لونتي ديالي راهم ديال الشوف، كحلت عيني حيت شحال هادي ما عمرني كحلتهم، كحلتهم ودرت هذاك الغوج ريف اللي وريتكم درت فاغاجو ومن بعد درت فوق منه هذا البرونزور هذا منو تينقص الحده ديال الفاغاجو منها تيعطي ديك داك التحديد الملامح ديال الوجه. المهم قولوا لي كي جاكم الماكياج ديالي واش زوين واش خايب، غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى اللبسه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو هذا والله يعجبكم. واخا التفاعل هاد الايام قليل شي شويه ما عرفتش علاش، ما عرفتش حطيت لكم الصباح كتقول لي لا حطي في العشيه، كنحط لكم في العشيه كتقول لي لا حطي في الصباح، ما عرفتش الفيديو متى غادي نحطو. وقولوا لي نتوما شنو الوقت اللي كتكونوا يعني نتوما مسالين باش تشوفوا الفيديو يعني على خاطركم. هادي هي التقشيطة ديالي اللي لبست. المهم قولوا لي كيفاش جاتني واش جات معايا واش جيت معاها، المهم واش اختيار في محله صراحه انا عجبتني وحتى اللوينات اللي فيها اللوينات اللي كنحماق عليهم هذاك الغوز فيشيا الموف وهذاك النواغ صراحه من الالوان اللي كنحماق عليهم. وبالنسبه للتقشيطة راه من السوق نموذجي صراحه، السوق نموذجي ديال المسيره فيه فيه بيجامات فيه هذا تكشطات وقفاطن اللي واعرين بزاف وبثمن اللي مناسب، ابتداء من 100 درهم ممكن تلقاو احسن حاجه انكم تلبسوها.
كيف ما كتشوفوا صراحه كنا ناس قلال يعني جوج طبالي وداز داك الشيء من داك الشيء الرفيع صراحه كل شيء كان متول. بالنسبه للبوفي اكيد من عند الغزاله ناديه هابي تايم اللي كنت جبت في لانيفيرسير ديال بنت اختي صراحه شكرا. اقل حاجه انني نقولها لها والله ديك الانسانه رائعه التعامل ديالها زوين بزاف واي حاجه طلبتوها منها تحط لكم داكشي اللي بغيتو. وبالنسبه للدي جي الغزاله كنزه غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الانستغرام ديالها الرقم ديالها كذلك حتى بالنسبه للبوفي غادي نخلي لكم كاع المعلومات ديالها في صندوق الوصف. صندوق الوصف كيف ما كنقول لكم دائما ضغطوا على العنوان ديال هذا الفيديو هذا وغادي يطلعوا لكم ان شاء الله كاع المعلومات. اول حاجه قدمنا للضيوف هما هاد المقبلات مع عصير ديال الافوكا وديال المونغ. صراحه هادو كانوا من عند مروه العقاوي وقيلا المحل ديالو بليزير سكري وقيلا الا ما خفت نكذب هو اللي كنت شاركت معكم كيدير لي ماكارون وحتى لي ماكارون خداوه من عنده. بالنسبه للبسطيله ان شاء الله غادي كيف ما قلت لكم تلقاوها بالتفصيل المميل في القناه ديال صديقه ديالي ان شاء الله. عتي رائع البنات وما شاء الله راه عامره. هذا راه التبصيل ديال 50 غير كيبان هكذا في التصوير الصغير. بالنسبه للحم حتى هو ما شاء الله كان لذيذ وطيب على حقه وطريقه ان شاء الله. كاع التفاصيل غادي نحطهم لكم ان شاء الله في الفيديو الى سالات القناه ان شاء الله غادي نحط لكم كل شيء بالتفصيل. المهم كل شيء اللي كتشوفوا هنا راه تصوب في الدار يعني كل شيء اي حاجه بانت لكم هنا راه تصوبات في الدار. وان شاء الله كيف ما قلت لكم كيف ينزل الفيديو غادي نحط لكم اكيد باش نتوما تستافدوا من الوصفات وتستافدوا من الافكار كاملين. بحال ديما كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي اكيد حتى نتوما غادي تستافدوا منها ان شاء الله. بالنسبه للكيك ديزاين صراحه كان من عند مروه العقاوي حتى هو ورائع البنات. كان صراحه كيف ما طلبوه منه ونفس الديزاين اللي طلبوه منه نفسه دار لهم بحذافير صراحه. عجبني الخدمه ديالو دائما هو اللي كان زعما اللي كان ناخذو عنده في بزاف ديال المناسبات ديالنا. هنا يا اختي بدا النشاط مع الدي جي صراحه كانت رائعه ودارت واحد لومبيونس لي زوين بزاف. Thank you.
ومن هنا كان نحيي ايناس الا ما غلط في الاسم ديالها، ديما ناسيه الاسم ديالها. وكنقول لها الله يحفظ لك بنيتك ميسك، ويا ربي تشوفيها في اعلى المراتب ان شاء الله. كنسلم عليها من هنا، وكنسلم على ماما حتى هي، وان شاء الله حتى هي الله يرحم باباها، يلاه توفى زعما ماشي بزاف باش توفى، الله يرحمه يا ربي، والله يصبرهم على فرقه يا ربي. الحياه تستمر وهذا الشيء اللي بغى الله. المهم خليكم مع اللقطات، صراحه كل شيء داز زوين، وكل شيء صراحه نشط، والحمد لله كلينا شربنا ضحكنا. بغيت نشكر بزاف خديجه وبنتها فاطمه الزهراء، وليداتها زهير الصغير ما بقاش عاقل على سميته، ومحمد. المهم كل شيء كل شيء كل شيء، سكينه، رشيده، فاطمه، المهم كلشي كلشي، ما بغيت ننسى حتى شي واحد من هنايا. وبغيت نشكر حتى واحد السيده حتى هي هشومه، كنقول لها الله يعطيك صحتك وشكرا بزاف 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 على الروينه كامله اللي جمعتي. صراحه نهار صراحه داز زوين، عجبني بزاف، وقلت نشارك معكم هكذا لقطات حتى نتوما تعيشوهم معنا. مهم وصلنا نهاية الفيديو، كنقول لكم شكرا على المشاهدة. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم. مهم خديتو أفكار من مناسبة بحال هكذا، الناس اللي كيبغوا هكذا لي بوفي، اللي كيبغيو دي جي هكذا مرة. مهم شاركت معكم كاع الأفكار، تقدروا أنكم تستافدوا منهم. مهم يلاه دير ماكياج وجهي باش نحيد ضفيراتي، يلاه درت السكين كير ديالي صافي غادي الناس دابا عييت صراحة، والله صراحة داز كل شيء زوين. وكنقول خرجة من هنا، شكرا على الله يخطيك حبيبتي، وشكرا شكرا شكرا لكاع العائلة كاملة الصغيرة والكبيرة، والله يخطيكم. إن شاء الله تكون معرفة خير يا ربي. ومن هنا كنقول لكم شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء.